يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الأمل والنصر، صباح جديد من 10 الصبح في الأهلي، وعودة بقى بعد أجازة شهر رمضان والعيد. كل سنة وحضراتكم دايما بخير يا رب. 30 يوم لكن خلينا نقول عدوا بسرعة جدا، يمكن ده الحال كمان كل سنة. احنا كل سنة كده رمضان لما بيجي ما بنحسش بيه، بنستناه بالشهور، بس أول ما بيجي بيعدي بسرعة. يا رب يكون كده شهر كريم دايما علينا، وكمان صيامنا ودعواتنا دايما تكون مقبولة يا رب. خليني أقول لحضراتكم احنا بنرجع مرة تانية و10 الصبح في الاهلي زي ما احنا متعودين من الحد للاربع، انا وكريم كوجك. لكن النهارده بس كريم يعني بيعتذر لحضراتكم لان هو عنده ظروف، هيكون معانا ان شاء الله بكره في الحلقه، حلقه يوم الثلاث. وبما ان احنا بقى بنتكلم عن اول حلقه بعد الاجازه، خليني برضو اقول كده بدايه طبعا، لان احنا تقريبا داخلين في سنه مع حضراتكم 10 الصبح في الاهلي، ودي حاجه بجد مشرفانا وسعداء جدا ان احنا يمكن اول برنامج يتعمل صباحي في قناه الاهلي. ولكن الحمد لله رب العالمين بردود الافعال اللي بنلاقيها، ويعني تعليقات حضراتكم، ولما بنسال والاجابات وكل الكومنتات اللي بتيجي بجد بتسعدنا جدا. احنا الحمد لله سعداء ان احنا عند حسن ظن حضراتكم، هو ده اللي احنا كنا بنتمناه من اول يوم. واكيد الاداره لما حتى كانت بتفكر في برنامج صباحي، ولما اختارتنا كمقدمين لهذا البرنامج، كانت حريصه جدا ان هي تقدم محتوى محترم. 10 صبح في الاهلي زي ما احنا نوهنا في بدايه الحلقه والسنه اللي فاتت تحديدا، احنا برنامج رياضي صباحي بنتكلم عن كل الرياضات، مش بس الرياضات المحليه، مش بس كره القدم، احنا بنتكلم عن الرياضه المحليه والعالميه، بنتكلم عن كره القدم المحليه والعالميه. بس اكيد يعني اكيد واحنا بنتكلم هنركز على فريقنا والاهلي في كل اخبارنا ورياضاته المختلفه. واكد مره ثانيه احنا اكيد مش استوديو تحليلي زي ما بقول لحضراتكم، احنا برنامج صباحي رياضي. خليني بقى النهارده كده انوه على الفقرات اللي معانا، ان احنا معانا فقرتين يعني زي ما بيقولوا جمال جدا. اول حاجه معانا الفنانه اسماء شعيب، هي فنانه تشكيليه وبيلقبوها برسامه الاهلي، هي رسمت لوحات فنيه كتيره جدا للاعيبه الاهلي والمشاهير. والفقره الثانيه هيكون معانا كابتن اسامه عرابي نجم الاهلي السابق. زي ما قلت لحضراتكم طبعا كلنا عارفين ملف كره القدم في غايه الاهميه، واحنا يمكن عندنا لسه ماتشات مهمه جدا، واللي فات كمان عايزين نتكلم عنه، في يمكن يعني الماتش الاخير كمان لسان داونز في كلام كتير فعلا عايزين نقوله، وفكرتنا برضو الاخطاء التحكيميه المستمره، وهذا المشهد اللي بنتمنى ان هو ينتهي يعني من الساحه الرياضيه قريبا جدا.